يا دكتور يا دكتور، قولي لي الوصفة السحرية عشان اقدر استمر في الدايت. الوصفة السحرية اللي تخليك تستمر في الدايت، اول حاجة ان انت تبطل تقول جمل معينة، انا مش نافع، انا مش هخف، انا عملت دايت كتير ومفيش امل، انا مش هيبقى في امل، انا مش هخف ولو خفيت هرجع تاني. تبطل الحاجات دي علشان الدايت نفسه يبقى مايند سيت، يبقى تفكيرك نفسه هو اللي صح. دي اول حاجة تعملها، يعني تعمل ايه؟ ان انت تبطل كلام النيجاتيف، تمام؟ تاني حاجة ان انت ما تقولش لحد خالص انك عامل دايت، زي ما اتفقنا قبل كده ان الدايت بتحس. اوكي، ما تعرفش حد، يعني ما تعرفش حد، اعمل الدايت في صمت كده. تالت حاجة بقى ان انت تعمل اهداف واقعية، بمعنى ان انت مثلا ما تتوقعش قوي ان انت تنزل 5 كيلو في اسبوع و10 كيلو مش عارف في قد ايه، لا 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 خالص، تعمل الموضوع بالتدريج، يعني حط هدف واقعي، يعني ان انت مثلا تنزل من نص كيلو لكيلو مثلا في الاسبوع، حققه وحقق اكتر من كده عادي تبقى مبسوط. لكن انت طول ما انت حاطط هدف كبير قوي 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 غير واقعي، هيبوظ منك الدايت وهتبوظ كل حاجه. يبقى تعمل الثلاث حاجات دي هيفرقوا معاك كتير جدا جدا ويخلوك تستمر في الدايت. اوكي اوكي اكيد اوكي.